مثلا يود برزاني جمع إخواننا الأكراد سويا وتأسيس دولة منفصلة، سيشرفنا ذلك، من حقهم أن يعيشوا في سلام ورخاء. لكن ماذا يقول هذا الرجل قائد حزب العمال الكردستاني الإرهابي أوجلان؟ يقول: سأؤسس كيانا شيوعيا مماثلا لكوريا الشمالية هنا، وسأكون سببا للاضطراب في المنطقة بأكملها، وسأجعلهم، أي إخواننا الأكراد، وسأجعلهم شيوعيين، وسأدفعهم إلى إنكار الإله وكتابه. لن أسمح لهم بالعبادة، سأدمر المساجد، وأتخلص من رجال الدين، وأسخر من وصايا الإيمان. إذن فهو يتحدى بجرأة. إن هذا الوقت هو الوقت الذي يجب أن يقوم فيه الجيش التركي بالرد على هذا. على الشرطة التركية أن ترد بطريقة يمكنهم فهمها، إذ أنهم لا يفهمون. لقد ذكر هذا في آية قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هذا من الآية 93 من سورة الكهف. يجب على جيشنا تحقيق هذه الإشارة التي كشف عنها القرآن. أولا، يجب عليهم تسوية هذه الجبال. يمكنهم إعطاء مهلة تحذيرية قبل ذلك بشهر. إذا تحولت هذه المقاطعة الصخرية إلى أرض منبسطة فسيرضى الجميع هناك عن ذلك. يمكن الاستفادة من هذه الأرض بسهولة، يمكن إنشاء الطرق فيها، جميع الإنشاءات ممكنة. كذلك يمكن استخدام الصخور في تشييد السدود. الكمية كبيرة وستكون مناسبة للغاية. يجب إسقاط هذه القمم بحنكة.